طيب ليش ما كلمتيني على الجوال؟ قلت يمكن مشغول مع أحد وما حبيت أعطلك. لا كنت في مكتب ريم بغتني بشغلة. أها مكتب ريم، وإيش الشغل اللي تشتغله مع ريم؟ في شيء مهم يعني، أشياء روتينية عادية. وعلى فكرة هند، أنا موظف عندكم بالشركة يعني أولا وأخيرا، يعني حتى لو كان الشغل من مكتب ريم. صحيح، بس الأولوية للشغل اللي أنا بكلفك فيه. ما أدري هند، بس واضح إن في أمور بينكم، صح؟ تفضل. مساء الخير. حياك حمود، تفضل. مشكورة. وش تشرب؟ لا ولا شيء، صار الأسبوع أفكر في المشروع. بصراحة فكرة عبقرية. يعني عجبتك الفكرة؟ جازك المشروع؟ طبعا جاز لي. حلو، أجل خلنا يعني نبتدي بسرعة. وش رايك؟ وش فكرت فيه؟ علمني. وين اختفى هذا؟ ألو، معك هند الهامي. ريم في المكتب؟ لا تحاوليني عليها، بس كنت بمر عليها وقلت أسأل إذا موجود عندها أحد ولا لا. آها حمود، أجل خلاص بكلمها بعدين. حسب توقعاتك ودراستك للمشروع، إيش كثر يبينا عشان نكون جاهزين للتنفيذ؟ يعني نقدر نقول بين 3 شهور والخمسة شهور. شنو؟ فترة طويلة؟ لا أبداً، أنا أحب إن كل شيء في هالدنيا ياخذ وقته. بالعكس، بس كنت أفكر بشيء. شنو؟ كنت قاعد أسأل نفسي يعني ليه ما نسوي هذا المشروع لحسابنا الخاص أنا وأنت، ما يكون له علاقة يعني بالشركة. وش رأيك؟ الله عليك، فكرة ممتازة. بس في شرط يا حمود، الموضوع هذا لازم يفضل بيني أنا وأنت، ما بي ولا أحد يعرف عنه. أكيد أكيد يا ريم، سرنا في بير، لا تعادي. بس ما قلتي لي من اللي بيمول المشروع؟ لا تشيل هم التمويل أبداً، أنا بمول المشروع والربح بيكون 70-30. دن؟ دن. صباح الخير. صباح النور. الأستاذة هند طالبتني. يلا. أستاذ حمود عندي. مشكورة. شلونك يا حمود؟ وشلون خالتي؟ الحمد لله بخير. حمود، كنت أبيك بموضوع شاغلني شوي. تفضلي اسمعك.
يوم إني اخترتك تشتغل معاي كنت قاعدة أفكر بشخص قريب لي وثقة ويعتمد عليه. عسى بس ما بدر مني شيء يخيب ظنك. لا 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 أبد، بس الموضوع إنك قاعد تشتغل في أكثر من حاجة بنفس الوقت، فيعني صرت أحس إنك مشغول ودايم بعيد. يعني مثلا اليوم مريت عليك المكتب أكثر من مرة وما حصلتك، وكنت أبيك بشيء مهم. الله يسامحك بس، طيب ليش ما كلمتيني على الجوال؟ قلت يمكن مشغول مع أحد وما حبيت أعطلك. لا كنت في مكتب ريم بغتني بشغلة. أها مكتب ريم، وإيش الشغل اللي تشتغله مع ريم؟ في شيء مهم يعني، أشياء روتينية عادية. وعلى فكرة هند، أنا موظف عندكم بالشركة يعني أولا وأخيرا، يعني حتى لو كان الشغل من مكتب ريم. صحيح، بس الأولوية للشغل اللي أنا بكلفك فيه. ما أدري هند، بس واضح إن في أمور بينكم صح؟ هند أنت بنت خالتي وعزيزة علي، بس أنا ما أقدر أتدخل بينكم يعني صعبة. شلون يعني؟ ما فهمت. لا أنا مو قصدي، بس هند أرجوك إذا في بينك وبين أي أحد في الشركة مشكلة لا تحطيني في النص. والله هند لا تزعلين مني يعني، قدري موقفي بليز. مشكور يا حمود، خلاص تقدر تتفضل. عن اذنك. الله يا حمود، عشت وشفتك والله تجيب شغلك للبيت زين. والله هند سوت فيك خير يا إما. هذا المشروع هو اللي بيطلعنا على وجه الدنيا. والله يا ولادي، من تقول بيطلعنا على وجه الدنيا؟ قلبي يطيح وارتاح. بس هالمرة أنا مطمنة لأنك تشتغل مع هند، وهند وجهها كله خير وبركة. إيه وجهين يقطع الرزق. ويه محشوم، بسم الله عليك حبيبي. مش فيك لما تشوفيني تهزئيني. أنا ما هزأتك يا بوي، أنا بس أطمن عليك مو أكثر. يما ريحي نفسك، أحوالي زينة الحمد لله، ما فيني إلا العافية إن شاء الله. أنا طالع أكمل شغلي فوق أحسن. زين على مهلك. طيب يلا عن إذنك. عن إذنك. ألو. هلا والله، صباح النور. خير، في شيء؟ طيب. لا 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 لا، جيت أمرك. أوكي. خير حمود، في شيء؟ لا شغل ما في شيء. طب اقعد اصبر، كمل فطورك. يلا باي. حمود، يا رب قوي صبري على هالولد. بعد ساعة عندي مشوار ضروري، تكون جاهز هنا عند الباب. حاضر طال عمرك، بس استاذة مشاعل تبيني اوديها السوق، اعتذر لها. ايش في هذه ما تشبع من السوق؟ لا تعتذر لها ولا شيء، ودها وخليك مركز ومصحصح مثل ما وصيتك، مفهوم؟ ابشري طال عمرك. حاضر.